معنا أيضا في حلقة اليوم نهى حلاس، فلسطينية من قطاع غزة، أحبت التعليم ففازت بلقب المعلم العالمي لعام 2021 التي تطلقها مؤسسة Education Award في الهند. المسابقة نافس فيها على اللقب أكثر من 26 ألف معلم على مستوى العالم، لكن أدائها المتميز واعتمادها على أساليب مبتكرة في تدريس الكيمياء مكنها من الحصول على الجائزة بكل سهولة. أستاذة نهى توفيق حلس، مواليد ليبيا وعشت بالسعودية، والآن أنا بغزة، تخرجت من جامعة الأزهر وأعمل الآن معلمة كيمياء في مدرسة بشير الرئيس الثانوية للبنات التابعة لمديرية غرب غزة. أنا طبيعتي بحب المواد العلمية سواء كان كيمياء أو فيزياء أو رياضيات، لكن تخصصت كيمياء لأني فيها ابتكار، فيها أساليب مختلفة، فيها تفاعلات، فيها تجارب شيقة وممتعة، فيها اكتشاف مواد جديدة. هذا اللي خلاني أني أنا أخوض وأدرس الكيمياء. طبعا الكيمياء هي في حياتنا، كل حاجة الكيمياء موجودة، سواء في الأكل، في الملبس، في الصناعات الكيميائية، في كل جزء إحنا في حياتنا هي موجودة الكيمياء، وبالتالي أنا عن جد بحبها كتير. وكنت بالسابق أنا حابة أتخصص كيمياء جنائية، ولكن هذا التخصص ما فتح لأنه كان فيه بس فقط 3 أشخاص، وبالتالي لجأت على طول لتخصص الكيمياء. إعداد 15 مبادرة نوعية. هاي 15 مبادرة نوعية تكرمت من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور زياد ثابت. الآن هاي صنفتها كلها في موقع إلكتروني عن جوجل سايت، كل مبادرة على حدة، وتقدمت فيها في مشاركتي في هذه المسابقة. تم ترشيحي وتمت لجنة التحكيم، ومن خلال المبادرات اللي أنا قمت بإعدادها، من ضمن هذه المبادرات مبادرة سحر الكيمياء بين الإثارة والعطاء. قمت بدمج الفنون في تدريس الكيمياء، الرسم على البورسلان، التطريز، الرسومات اللي من خامات الطبيعة اللي هي الصدف، عملوا نفذ البنات، العدس، الأرز إلى آخره، كتير شغلات في المركبات العضوية، المعادلات الكيميائية حولوها لكاريكاتير، استخدمنا الألعاب التربوية، استخدمنا التطبيقات المحوسبة بجميع أشكالها، الرسومات بالتطبيقات المحوسبة، كيف يرسموا على التطبيق على الجوال، كيف يرسموا المركبات العضوية. تقدمت لمسابقة المعلم العالمي التابع لمؤسسة AKS Education Award في الهند. هاي تقدم لها 26 ألف معلم من جميع أنحاء العالم، منهم 773 معلم ومعلمة من فلسطين، والحمد لله حصلت على هذا اللقب. معلمة صاحبة نهج لا للنمطية نعم للابتكار، وأسعى دائما لأن أخرج خارج الصندوق وأبتكر أساليب مبتكرة. هاي كل هدفي من مبادراتي واستراتيجية التعلم والألعاب التربوية، كسر جمود المادة العلمية وترغيب الطالبات في الفرع العلمي. دائما عندي قاعدة، إذا الطالب حب المعلم
حب المادة، وإذا حب المادة بيقدر يجيب فيها علامات. يعني الحمد لله العام السابق 25 طالبة حصلت على 100% في مادة الكيمياء بالثانوية العامة، و25 طالبة فوق 97، والباقي الحمد لله بالتسعينات. الفرق بين الطرق التقليدية والطرق الجديدة إنه الطرق الجديدة بتخلي المعلومة عند الطالب إنها تثبت. يعني أنا أي نعم السبورة والطباشير هذا شيء أساسي للمعلم، ولكن ما المانع أن نترجم التجربة إلى تجربة عملية؟ حتى لو ما كانش أنا عندي متوفر المواد، بأذهب إلى الجامعات وبوفر هاي المواد. لو كانت مواد خطرة بستخدم البرامج المحاكاة في إنه أنا فعلاً الطالب يشوف التجربة قدام عيني حتى لو كان على جهاز اللابتوب. أيضاً تغيير البيئة الصفية، لما أنا بدي أغير البيئة الصفية، يعني إحنا دايماً التقليدي إنه يكون في صفه، لما أغير البيئة الصفية مرة أشرح في الصف، مرة أشرح في مختبر العلوم، مرة أشرح في غرفة LCD على جهة على السبورة الذكية، مرة أشرح في المكتبة وأستخدم طبعاً، وبعدها في الآخر الطالبات يقرأوا آخر 5 دقائق الكتب الكيمياء الشيقة. ليه ما أنا وهذا نفذته فعلا، أني أنا أشرح على شاطئ البحر، غيرت البيئة لطالبات الثانوية العامة، خصوصا بيملوا هم الطالبات وبيحسوا باكتئاب، فبالفعل أخذتهم وشرحت مش حصة حصتين، أنجزت واستخدمت العديد من استراتيجيات التعلم النشط والألعاب التربوية وأيضا الحصة التعليمية. لما بشرني سفير المؤسسة في الضفة الغربية، بشرني بفوزي وحصولي على لقب المعلم العالمي، شعرت بالفرح بالبهجة بكوني أني أنا أمثل فلسطين في المحافل الدولية. كنت بصراحة سعيدة جدا لسماع هذا الخبر. طموحي إن أكون مديرة مدرسة نموذجية بمشاركة المجتمع المحلي في بناء هذه المدرسة، ومتوفر فيها كل شيء للطالب، سواء كان من المختبرات التعليمية العلمية أو الغرف LCD والمكتبة أو غرف المرسم الرياضة، إيش مكان يتخيل الطالب يخدم في العملية التعليمية. أهدي طبعاً فوزي في هذه المسابقة إلى أسرتي وأهلي وعائلتي ومدرسة بشير ريس الثانوية للبنات بإدارتها وبمعلماتها. أيضاً أهدي نجاحي لمديرية غرب غزة، لوزارة التربية والتعليم، وبحب أهديها لوطني فلسطين.